السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جاي لكم مقطع فعاليات مع المتابعين. الاغلب يقول كيف ادخل فعاليات هذه؟ اللي عليك تدخل في الديسكورد تحت، وباذن الله وقت ما اكتب في الشات الفعاليات انه في فعاليه تكون مستعد، وباذن الله انك تدخل معنا. اتسوا لايك والاشتراك وكود شوب في اس الله يسعدكم جميعا. وبس انت في المقطع، يلا كلكم ازبنوا كلكم ازبنوا. لازم نزبن زبنه خرافيه شوي، يا رب ان ما ننقفط. طيب اتوقع ان هذه مناسبه. اوكي نزلها شوي، اتوقع كذا مناسب. والله في تطليق، يلا يا كابتن. اتوقع اني القى واحد على طول. هو قاعد يطلق بس ولا ايش ولا اصبر، كم عددنا؟ 1 2 3 4 14 اللي هو اللي يدورنا. اوكي طلع واحد، ما ادري ايش السالفه. فعددنا 12 الحين، ويلا دور دور يا ري، ما لقى ولا واحد الحين. يلا دور، ادخل على المناطق هذه ودور فيها اي شخص. اوكي لقى ارمي كيلر، اوكي هذا اول شخص. الله يعين. طبعا اخر واحد يجلس هو الفايز. اذا كان في اثنين في النهايه سوي بينهم تصويت، واحد بينهم يفوز. ندخل موقع نكتب اساميهم والموقع يختار بينهم، في واحد بس بيفوز. هو لقى شخص ثاني ذا جوت. اوكي انا ما اتوقع ان عندي احد ابدا في نفس المنطقه، اتوقع يعني صاروا 4 المايسترو. جي جي، يلا يا شباب باقي 6 دقائق، باقي 10 اشخاص تخبون. شادو باتمان منسو اي والله اتوقع انه بيبقى كثير صراحه على الوقت اللي قاعد تاخذونه عشان تلقون واحد. ادخلوا كل المناطق، لا تبقوا ولا منطقه. لقى شخص ثاني، اوه اي كي جي جي والله. يلا باقي اقل من 5 دقائق، تخيلوا افوز انا، والله بيصير شيء غريب، ما قد فزت في ذا اللعبه. اوكي لا يا شيخ، ليش يا ارمي كيلر ليش؟ توني اقول مستحيل افوز. يا ساتر والله قهر، يعني كنت ابغى اوصل دقيقة واحدة دقيقتين شيء بس لم تزبط. وات؟ والله باقي الاشخاص وينهم؟ طيب طيب خلونا نبحث هنا، واتوقع اني بلقى احد هنا، اتوقع تحريات يعني. والله ما في حدا، ما في حدا. ها اخر المنطقة هذه ما فيها ولا واحد، ما فيها طماط، ما في ما في حد. يا ساتر والله باقي كثير على ذا ال 3 دقائق، شوف كم باقي شخص. والله ولا شخص، يا ساتر. دوروا كل لكل الاماكن يا عيال، حتى اللي تحت اللي تحت اللي فوق، دوروا في كل شيء. ايش في روبينج خربان ولا وش يا باقي دقيقتين. اوه ذبح واحد، كفو اسطورتي. يا رب روبينج تكفون. لا والله ما في بينج، باقي 7. انا اتوقع هنا في الميوزك في احد، اتوقع عندي تحريات. الله ما في احد. حرك 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 حرك، لا تقطق، حرك البيانو. باقي دقيقة يا شباب، إذا خلص الجيم راح نختار رجل راندوم بين الأسامي هذه. 3 2 1. أوكي ما في أحد هنا، هذا المكان ما رحنا له. يا رب والله ولا بينك سمعته، ولا بينك سمعته. إيش فيه؟ خربان ولا وش يا شباب؟ والله ما في صوت. لا لا البينك شكله خربان صدق، دخلت كل مناطق ما فيها احد. اوه باقي 30 ثانية، جي جي. انا ما اتوقع ان في احد هنا لان هذه المنطقة اللي كنت فيها انا. يا رب يا رحمن يا كريم. والله كثيرين. اوكي جي جي. ها 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 ها. الله يعين. الحين بناخذ كل اسامي هذول، نحطهم بموقع ويختار هو عشوائي بين الاسامي كلها الباقية، وفاز لافلي المركز الاول. فمبروك لافلي. باتل باس او سكن او 10 دولار فيختار منها. طيب عندك باتل باس يا لوفلي ولا لا؟ 10 دولار اماراتي. اوكي 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 بسم الله، يا رب اني ابحث عنكم يا رب يا رب. اوكي مستر وضوحي اللي قاعد يبحث عننا، حلو. طيب ازبن ازبن الحين. اوه والله هذه ما ادري شلون صراحه، بس شكلها كذا، ان شاء الله انه كذا صح ان شاء الله. اوكي باقي 14 شخص. اوه لقى اكس بوينت، حلو. الله اكس بوينت بيساعده، بيلقون اشخاص والاشخاص ذول بيساعدونه، بس ما نبغى يبقى 6 زي قبل شوي. اللي قبل شوي ما ادري ايش فيه خربان بروبينج ذا ولا ايش وضعه. اوه لقى واحد ثالث، حلو. يا رب يا كريم اني اصبر للنهايه يا رب، بس ان مكاني غلط شوي بس يعني. لا خباها كذا يا اخي، اتوقع كذا مناسب يعني نوعا ما، اظن يمشي الحال ان شاء الله. صار 4 اشخاص، حلو. يلا قدامك 7 دقائق يا شباب، يا رب انكم تبقون واحد يا رب عشان ما نروح راندوم بيك نيم وهذه الاشياء. انا قبل شوي 6 والله مره كثير.
مرة كثير. كم باقي شخص؟ باقي 11. الحين 5 هم. دقيقة كاملة تقريبا وما لقى ولا شخص. والله ما ادري البينج ذا يطلع عندكم صوت ولا لا، بس يعني ان شاء الله انه يطلع ان شاء الله. والله شيء غريب يا ساتر. ليه يا اخي ليه؟ ناصيني حرام عليك يا اخي، خلني في حالي يا اخي. يا الله. الحين دور بالميني كرفت، ميني كرفت. اتوقع ان فيها احد، اتوقع او في واحد دور تحت ولا وش؟ ها؟ في صوت هنا. يا عمري يا شيخ. اي لا تبقون احد ها؟ نظفوهم. ها؟ هنا في صوت. هنا في صوت تأكد انا. اوكي بس يوه يقطع ام الزبنه يا ساتر. والله يا هو زاب الزبنه اعوذ بالله. اوكي خلصنا من ذي المنطقه. انا اسف والله اني لقيتك بس عاد شو نسوي. والله يا زاب الزبنه ما تسمعه. طيب هنا 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 اتوقع انه ما في احد هنا. اوكي ما في بينج. حاولوا حاولوا فورتنايت ما في شيء. حاولوا حاولوا سناب شات حول عليها. والله باقي اشخاص كثير ما ادري وين زابني صراحه. والله كثير. طيب باقي 8 باقي اقل من دقيقه. ايش السالفه؟ المرات اللي راحت كان يبقى 2 يبقى 1 3 بس مو بهالدرجه يعني. اخر فرصه. ما في صوت. جي طلقوا اي شيء طلقوا اي شيء. خلاص خاربه. اتوقع البينج خربان في بعض الاماكن. ما شوفوا كم شخص. 8 اشخاص. يا ساتر. جي مثل ما تشوفون فاز بلاي السلوم. فمبروك بلاي السلوم وهارد لك للباقيين وباذن الله الفعاليات ما تخلص بس يعني ضبطونا بكود تشوف في اس ال يعني. الله يسعدكم جميعا وامريكي. اوكي طيب مبروك السلوم ومبروك اللي قبله اللي كان اسمه عبد الله وهارد لك اللي ما فازوا وباذن الله المسابقات ما هي مخلصه او الفعاليات ما هي مخلصه والله يهدي اللي كذا يحرقون فايتات خربوا يعني اخرونا وزي كذا. اذا انت بتشارك باي مسابقه ادخل ديسكورد رابط في الديسكربشن. زائد لا تقدر تحرق انفايتات اذا اضفتني فورتنايت لان الفعاليات قاعد تصورها والانفايتات تخرب ام التصوير. فالله يعطيكم العافيه جميعا ونراكم على خير في امان الله وشكرا لكم اللي في الديسكورد ما قصرتوا.